السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا لي موديل دو لا ترويزيام اني ميكروبيولوجي. المواد اللي راح نشوفوهم طلبة سنة ثالثة لا ليسونس تخصص ميكروبيولوجي علم الأحياء الدقيقة. كما كل عام راح يكون هذا العام إن شاء الله كاين فصلين، سمستر 5 اي سمستر 6. سمستر 5 بمعاملات 18 وسمستر 6 بمعاملات 13. راح نبدا بالديكور، بالطبع كاين ديكور يعني المحاضرات او الدروس، وكاين لي تي بي او الاعمال التطبيقيه، وكاين حصص للاعمال الموجهه او التيدي. في ليكور كاين اول موديل هو لا ميكروبيولوجي ميديكال، الموديل دوزيام هو لا سيستيماتيك دي بروكاريوت، الموديل اللي بعده لا بيولوجي موليكولار الى جيني جينيتيك، هذا يكون مع تي دي. الموديل اللي بعده جينيتيك ميكروبيا مع ايضا تي دي. كاين موديل واحد اخر اللي هو لا ميكولوجي الى الجولوجي الى فيرولوجي، وكاين موديل اخر اللي هو لا بيوشيمي ميكروبيا، وكاين اخر موديل هو انجلي سيونتيفيك. راح نشوف كل موديل على واش يهضر، لكن راح نطلق المواد اللي فيهم لي تيبي يعني اللي فيهم حصص اعمال تطبيقيه. كاين تيبي في الموديل دو سيستيماتيك دي بروكاريوت لي باكتيري لي زارشيا، كاين ايضا في موديل لا ميكولوجي الى الجولوجي، واخر تيبي هو في موديل لا بيوشيمي ميكروبيا. راح نبدا بكل موديل نمد عليه تعريف او لمحه بسيطه. اول واحد هو ميكولوجي الجولوجي. وش هي لا ميكولوجي وش هي الالجولوجي؟ لا ميكولوجي سي لا سيونس كي اتيد ولا ليتيد دو شامبينيون لي موازيسيغ اي لي ليفير، يعني في هذا الموديل راح نقراو على الفطريات ولا لي شامبينيون، ايضا راح نقراو على الموازيسيغ اي لا ليفير، المكونات تاعها، التركيب، الشكل، كيفية النمو، كيفية التطور، كيفية الانقسام، الانواع تاعها. تقريبا راح يكون الموديل تدو فيه لمحة كاملة على لي شامبينيون اي لي موازيسيغ الفطريات. وايضا هذا الموديل مقسم الى جزء اخر هو الالغولوجي، الالغولوجي سي ليتي دي زالك اون ديتاي، هذا بحد ذاته فيه تخوا موديل، لكن في الاغلب الاستاذ راح يخصص الموديل على هذا الجزء فقط لاميكولوجي، يعني الوقت ما يكفيش انه يكمل الموديل كامل. الالغولوجي مع الاغلب الاساتذه ما يلحقوش ليها. هذا الموديل الاول. الموديل الثاني اللي هو سيستيماتيك دي بروكاريوت راح نشوفو لا تاكسونومي اي لا كلاسيفيكاسيون سيونتيفيك دي سبيس باكتيريان، اهم التصنيفات الخاصه بالبكتيريا. هذا الموديل يشبه الموديل لا زولوجي، الناس اللي قرات دوزيام اني بيولوجي كاين ايضا موديل هكذا خاص بالتصنيفات نتاع البكتيريا نتاع الكائنات الحيه والحيوانات، لكن هنا راح نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون تاع البكتيريا برك، يعني البكتيريا برك والتصنيفات نتاعها. الموديل اللي بعده هو هذا موديل ممتع بزاف، هو لا بيولوجي موليكولار اي لا جيني جينيتيك، هو لي بازي سور لا ديان لا باز تاعو سيغ الدي ان اي ولا لاديان ريكومبيني اي لا ترانسفورماسيون جينيتيك. اهم حاجه يركز عليها الموديل كامل هو لاديان، المكونات، طريقه الاستنساخ، الترجمه، كيفيه انتقال المعلومه الوراثيه، يعني اي حاجه تخص الاديان راح تدو عليها لمحه، ومن اروع المواد اللي يقراهم طالبة البيولوجيا.
كاين ايضا موديل اخر اللي هو لا جينيتيك ميكروبيان. هنا راح نقراو على لا جينوم باكتيريان، يعني المادة الوراثية أو المورثة البكتيرية. راح نشوفو ليميتاسيون، الطفرات. أيضا راح نشوفو لي ريغيلاسيون دو ليكسبرسيون دي جان، هذه معلومة أخرى هي لا ريغيلاسيون ولا لي ريغيلاسيون. كاين موديل آخر اللي هو لا بيوشيمي ميكروبيان. بيوشيمي اي ميكروبيان يعني هو موديل بيوشيمي، لكن راح نضرب بالضبط عند لي باكتيري ميكروبيان. بازي سيغ لا ليميتابوليزم انرجيتيك دي ميكرو اورغانيزم، يعني راح نشوف الميتابوليزم تاع لي باكتيري ولي ميكرو اورغانيزم، اهم الميتابوليزم اللي يديروها. راح نشوفوا المواد، كيفية المواد اللي كاينه في هذا الموديل هي لي ليبيد، لي بروتيين، لي غليسيد، سيكل دي كريبس الى غير. هذه اهم حوايج اللي كاينه في الموديل. الموديل الاخر هو انجلي سيانتيفيك. هنا راح هو بالانجليزيه، لكن انجليزيه علميه، يعني تكون كاينه نصوص علميه او مقالات علميه او اوراق بحث، ونقوموا بترجمتها، تكون باللغة الإنجليزية ويتم ترجمتها للغة الفرنسية باحترام العديد من القواعد وبالحفاظ على الأفكار. آخر موديل هو لا ميكروبيولوجي ميديكال. راح ننتقلوا شوية للصيدلة وللطب ولغيرها. هذه أهم من الموديل اللي كاينين في التخوة ميكروبيولوجي. اهم هنا في كل موديل كاين تيبي، كاين ثلاث موديلات فيهم تيبيات. لي تيبي دو لا ميكولوجي عموما كاين خمسة، لكن كل استاذ يقدر يبدل، يقدر يغير، يقدر ينقص ويزيد، هو حر في الحصص نتاعو. اول تيبي راح نشوفو سيكوريتي دو لا لابوغاتوار، اهم القواعد المتبعه عند الدخول الى المخبر، وهذا يكون سون رابور دو لابو، يعني ما كانش رابور دو تي بي. تي بي دوزيام هو ليتيليزاسيون دو لا ميكروسكوب اوبتيك، اهم القواعد اللي نتبعوها باش نحافظوا على الميكروسكوب اوبتيك ما يصرى الوالو، وباش تخرج النتيجة بدقة ما يكونش كاين خطأ. تيبي دوزيام سي لا كلاسيفيكاسيون دي ميسات، لي ميسات سي لي شامبينيون، هذا ثاني سون رابور. لو تيبي كاتريام اكزامبل دو كيلتير فونجيك، راح نشوفو مثال على وسط الزرع خاص بالشامبينيون فونجيك، يعني خاص بالشامبينيون. لو سانكيام تيبي سي ليزولمون دو شامبينيون ابارتير دي غرا دو ليجيمينوز، راح نقومو بعملية عزل نتاع فطريات خاصة بدي غرا دو ليجيمينوز. هذا الموديل دو لا ميكولوجي، هذه هي اهم تيبيات. الموديل اللي بعده هو لا سيستيماتيك دي بروكاريوت، فيه سبعة تيبيات، لكن راح ينقصوا ما يبقاوش سبعة. اول تيبي هو لي سيانو باكتيري، ثاني تيبي ليزولمون دو سول، عملية عزل نتاع بكتيريا خاصة بلو سول بالتربة. التخوازيام تيبي لا كولوراسيون دو غرام بليتاب تاوحة، مع احترام القواعد دو لا كولوراسيون دو غرام، والنتيجة اكيد راح نشوفوها في الميكروسكوب اوبتيك. تيبي كاتخيام لي باكتيري سيليلوتيك، هذه نوع من البكتيريا. لو سانكيام تيبي سي لو ريزوبيوم دو سول الي نوديل. التيبي السادس هو الانتيبيوغرام، واخر تيبي هو لي تيست بيوشيميك. هنا الانتيبيوغرام هو خاص بلي الانتيبيوتيك، نشوفو مقاومة البكتيريات
لي زونتيبيوتيك القوة تاعها، كل بكتيريا عندها خصائص للمقاومة. وهنا آخر تيبي هو لي تيست بيوشيميك، آخر موديل اللي فيه حصص أعمال تطبيقية هو لبيوشيمي ميكروبيا، فيه أربع حصص نتاع تيبي. أول حصة هي إنيسياسيون أو لابوغاتوار، حصة تعريفية بالمخبر، شوف فيها القواعد الشروط، لأنه مخبر الميكروبيولوجي يختلف عن المخبر العادي من ناحية التعقيم والنظافة، فيه قواعد زيادة. دوزيام تيبي سي لوتيد دو ميتابوليزم اوكسيداتيف او فيرمونتير، راح نشوفو لي ميتابوليزم اوكسيداتيف يعني الاوكسيداز، اي لي فيرمونتاسيون والتخمرات. تخوازيام تيبي سي ان لو تخوازيام تيبي ايدونتيفيكاسيون بريليمينير دي ميكرو اورغانيزم، اي التيبي الاخير هو لي فيرمونتاسيون لاكتيك دو كلكو سوش لاكتيك. لو فيرمونتاسيون هو نوع، لو فيرمونتاسيون لاكتيك هي نوع من التحولات. والى فيديو اخر ان شاء الله.